السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لا تنسوا تلاميذ الأعزاء الصلاة على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. سأقدم لكم في هذا الفيديو تعبير أو وضعية دمجية عن إكرام الضيف. كما تخلي الموضوع هناك مقدمة قصيرة. إكرام الضيف من القيم النبيلة التي تعزز الروابط بين أفراد المجتمع وتقويها، والكرم عادة أصيلة وله قيمة أخلاقية راقية. غدا سيزورنا ابن خالتي رضا القاطن بفرنسا ليقضي معنا أسبوعا، فأخذت أمي توصينا وتعلمنا بعض القيم والمبادئ التي يجب علينا أن نقوم بها عندما نستقبل الضيف، ولا سيما كانت النصائح موجهة لأختي الصغرى دعاء ما بين قوسين هي الأسماء المقصورة والمنقوصة وكذلك التشبيه. إذن النصائح كانت موجهة لأختي الصغرى دعاء التي طلبت منها أمي بأن تظهر مدى التقدير والترحيب بضيفنا عند وصوله حتى يشعر الضيف بالراحة. ثم قالت أمي: يا أبنائي، الضيف يعتبر رمزا للكرم والاحترام، وله مكانة خاصة في قلوبنا، وإكرامه يشعرنا بالسعادة. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم من أكرم الخلق، وداعيا إلى المعروف ناهيا عن المنكر، فقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفي المساء اندهشت لما رأيت أختي دعاء تساعد أمي في تحضير الحلوى وإعداد الطعام وتزيين غرفة الضيوف وتنظيفها، وكأنها أصبحت أخت كبيرة. قالت أختي الصغرى لأمي: سأكون مسؤولة عن تقديم الشاي والمكسرات في السهرة. وفي الخاتمة نقول: الكرم جزء من تقاليدنا وثقافتنا، لأنه يعزز العلاقات بين أفراد المجتمع ويقوي الروابط بين الأسر، ولهذا من المهم أن نعلم الأبناء أهمية إكرام الضيف والإحسان إليه، مما يعكس التربية والأخلاق الحسنة. وإلى موضوع آخر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.